نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. نورنا كابتن، مبروك للنادي الاهلي. تحياتي ليك الاول في البدايه كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي لكم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي ابو رحمن، كابتن احمد بلال. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لطلائع الجيش يا كابتن ايمن. نور يا كابتن. ربنا يخليك كابتن شريف. البدايه كابتن ايمن نروح لطاقم التحكيم حماده القلاوي، واحنا قلنا قبل الحلقه وقلنا الحكم عنده مقومات الحكم الجيد. هنا سامحني بس هنقف شويه، سامحني هنقف عند طاقم التحكيم. الحكم حماده القلاوي حكم الميدان، عندنا هاني عبد الفتاح حكم متميز قوي، حكم مساعد دولي. نور سعيد الحكم المساعد النهارده الثاني ادى مباراه جيده جدا، وعندنا مبروك نبيل كان حكم رابع، وكان على الفار عمرو الشناوي كان عمل حاله كويسه قوي قوي، وهاني خيري. هرجع بس للحكم وهنقف بس كابتن ايمن. هنا بنتكلم على الحكم ومواصفات الحكم، مش بس بنتكلم على الحالات الفنيه، وده مهم جدا جدا لكل حكامنا في قناه الاهلي. احنا بنجيب الحالات اللي هي الايجابيه دايما، وبنشوف الحكم هنا استغل عناصر في المباراه غير القرارات الفنيه وغير العقوبات الانضباطيه، جايب حاله ل نموذج للحكام ازاي الحكم يتحرك، وازاي النهارده يبقى عنده قراءه وتوقع للعب. نروح للحاله الاولى، ودي بتديني عنوان نشوف الحكم، بس انا عاوزك تركز على الحكم هنا في حاله من الحالات. هرجع تاني هنا ونشوف، بس هرجع تاني بالحاله دي مهمه جدا. هنا هرجع تاني، معلش سامحني، لان دي حاله تعليميه. ستوب ستوب. هنا كابتن هنا عنده قراءه ازاي؟ هنا اللاعب المهاجم هنا بيستخلص، هو هنا الحكم عنده قراءة. خلي بالك ليه؟ ليه؟ لأن أنا النهارده لو ما عملتش سبرنت دوت ورحت أنا هنا أتوقع إن في ممكن تيجي مخالفة من المهاجم أو من المدافع، وبالتالي أنا بستخدم عنصر السرعة اللي هي متفجرة، اللي هي أقصى حاجة عنده. مظبوط. شوف السرعة عاملة إزاي. دي تديني قراءة إن الحكم النهارده بهذا المجهود وبهذه السرعة مهتم بالمباراة. هي دي الحكام، الحكم اللي عنده سرعة وقراءة. نشوف هنا وصل، طبعا هنا مدافع النادي الاهلي استخلص ورجع، ونشوف هنا بقى هو بيرجع كمان، يعني واخد بالظبط 60 او 50 متر سبرنت رايح، نرجع تاني هنا بنفس القدره. دي حاله تعليميه لحكامنا، يا ريت نشوف الكلام ده، مهم جدا بعيد عن المخالفات بقى واحتساب المخالفات. دي بنقول عليها كابتن دي استغلال عنصر جيد للياقه البدنيه، من تحمل عام تحمل سرعه، السرعه القصوى عند اللزوم في الكونتر.